عارف يا حضرة الضابط يعني ايه تبلغ وسائل الاعلام ان الكارثة اكبر من امكانيات الشرطة؟ لان الكارثة يا فندم كانت يا فندم ايه؟ جت هنيلة كانت لازم تقعد عليك ساعة ما ولدتك. انا ارفض يا فندم ان حضرتك تخش في تفاصيل عيلتنا. ورايح كمان تستغيث بالعنابي مش كده؟ يا فندم مصلحة المواطن وأمنه وسلامته فوق كل اعتبار. انت هتعلمني بقى مصلحة المواطن وأمنه وسلامته مش كده؟ انت موقوف يا حظ الظابط. لحد امتى يا فندم؟ لحد ما اموت. يبقى ان شاء الله الوقف مش هيطول. اخرس هتسير. عملت اللي في دماغك يا باشا؟ انا والله العظيم ما هسكت. قابل بقى فاروق بيه ده بيقول لي قابل. طب سعادتك ما سمعتش قابل مين؟ منهم اتأخرت ليه يا منهم؟ أنا قاعدة مستنياك على نار بقالي 7 دقايق عمالة أبص حواليا شمال ويمين. بص عشان ما تتلخبطش، أول ما تخش من الباب هتلاقيني على الشمال وأنت داخل من ناحية اليمين ولابسة أسود وفي المنتصف في فيونكة يخترقها فص ألماظ. ما تتأخرش. أوكي إزيك؟ في ايه؟ انت جاي في حته غلط. انا منعم يا بطه. انت تايه يا حبيبي؟ منعم مين؟ بتاع النت. نت؟ ايوه. انا ماشي. استني بس، استني ارجوكي. إيه؟ اسمعيني واديني فرصتي. اسمع ايه يا حبيبي؟ روح دور على مامتك جايبه لك بطاطس محمره وعايزاك تلعب في حديقه الاطفال، ايه اللي معادك هنا مع الكبار؟ ارجوكي اسمعيني وصدقيني ان انت مش هتندمي خالص. ده انا حندم وحندم، انا اخاف امشي معاك ياخدوني تحري، انت تحت السن القانوني. برضه مصره تتريقي عليا وتسخري مني وتصغريني؟ اصغرك اكتر من كده ايه؟ انت بقيت من دور ولادي. انا خايفه اصغرك تختفي. لحد امتى؟ لحد امتى هنفضل نحكم على الناس بشكلها؟ لحد امتى هنفضل عنصريين؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله ما واحد صغير يحب واحده كبيره، واحد طويل يحب واحده قصيره، واحد كلب يحب واحده قطه، واحده قزمه تحب واحد قزم، ايه المشكله؟ اوباما العبد الاسود بقى بيحكم امريكا يا بطه. انت عندك حق، بس انت فاجئتني، ما اديتنيش فرصه عشان استعد للحظه دي، بس انت غررت بمشاعري وخليتني اتعلق بيك لدرجه ان انا مش قادرة أرفضك. أبداً أنا ما ضحكتش عليكي في أي حاجة، أنا كنت صادق في كل كلمة. افتحي لي قلبك عشان أفتح لك قلبي. أنا مش هفتح، أنا حوارب، وبعدين لما أثق فيك أكتر من كده ممكن أفتح الباب. بس أنت صغير قوي يا منعم. طيب يا عم المزعج. مين ده؟ أبلة سلمى. ازيك يا عصفور؟ ايه هتسيبني واقفه على الباب كده؟ لا العفو أبلة سلمى. اتفضلي يا أبلة سلمى. اتفضلي يا أبلة سلمى. انت عرفت عنواني منين؟ جبته من كاريك. معلش بقى البيت ديزاينه قديم. ولا يهمك يا عصفور، انا جبت لك معايا اكل عشان يبقى عيش وملح. انا عارفه ان انت زعلان مني من ساعه اخر مره، بس والله لو تعرف انا مضغوطه ازاي في الشغل. انت عارف ان صريح بيه طردني امبارح من القناه؟ طردك ازاي بس يا أبلة سلمى؟ ما انا لسه شايف الحلقه امبارح وكنت انت اللي بتقدميها عادي. ما هو ما كانش لسه يعرف ان الراجل العنابي بيشتم فيه، بس اول ما قلت له رفضني. لا حول ولا قوه الا بالله، مفتري قوي صريح الفيل ده. والله مفتري، انا خلاص مستقبلي ضاع. ده انا بجري على كوم لحم اخواتي وامي المشلوله. مشلوله ازاي بس يا أبلة سلمى؟ ما انا كنت لسه عندكم في البيت وكانت واقفه على رجلها زي الجاموسه. جاموسه؟ ما اصلها اتشلت اول ما عرفت ان صريح طردني. لا حول ولا قوه الا بالله، انا خلاص مستقبلي ضاع، وكله بسببك وبسبب الرجل العنابي بتاعي. خلاص بقى يا أبلة سلمى، ما تقطعيش قلبي معاكي. هو انت لو كان عندك قلب كنت سبتني اتمرمط المرمطه دي؟ والله العظيم يا أبلة سلمى لو تعرفي غلاوتك عندي، ده انا لو طول اديك رقبتي اديها لك يا أبلة سلمى. لا تطول رقبتي. لا مش رقبتك، انت عارف ان الرجل العنابي من ساعه موضوع القنبله ده بقى اهم حاجه في مصر؟ هتقولي لفه واحده، لفه واحده بس اخد منه كلمتين وهتبقى جميله وشلالك طول العمر. ايوه يا أبلة سلمى، بس على السكه وعلى الدغري كده، موضوع الرجل العنابي ده اصلا لفه واحده بس، ترجع لي مستقبلي وترجعني الشغل واي حاجه انت عايزها انا هعملها لك. عصفور انت سايب الباب. تعالى يا بنت نتاشا خش، دي أبلة سلمى اللي بتطلع في التلفزيون، تعالي بوسي ايديها. تعالي جبتك البلد. معلش يا أبلة سلمى، يا بنت مجنونة وبنعطف عليها كلنا. يلا معلش حصل خير.
خلاص يا عصفور، انا هروح اغير هدومي واستنى العناب يعدي عليا. ماشي يا ابله سلمى، بس يا ريت الموضوع ده بقى يفضل في طريق كتمان. عيب يا عصفور، سرك في بير. بس والنبي بقول لك ايه، خليه ما يتاخرش عليا. وربنا يا ابله. يو معلش يا اختي عدم المؤاخذه، اصلك صفيفه قوي ما شفتكيش.